وقفت في الصف، يعني كل الناس حواليك وقفت في الصف، بس لقيت اللي جنبك بيميل عليك وبيقولك أنا ملك الموت ودي آخر صلاة ليك، هتصليها وتموت. بصيت له اتخضيت، فزعت، وشك اصفر، لقيته فعلا ملك الموت. بتبص حواليك لقيت مفيش حد منهم حاسس بحاجة. ساعتها الإمام قال الله أكبر وكبر ودخل في الصلاة. بتبص لقيت الناس بتصلي ومحدش حاسس باللي انت فيه، وان دي اخر صلاة في حياتك. قلت الله اكبر، افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. فكنت خاشع قوي ومستشعر قوي ان الله عز وجل نصب وجهه لوجهك، وبتقول لنفسك هلتفت ازاي، دي اخر صلاة. ساعتها الامام ابتدى يقرأ الحمد لله رب العالمين، فجت في دماغك كل نعمة الله عز وجل من بها عليك، الرحمن الرحيم، فافتكرت كل رحمة وكل ستر نزل عليك، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يا رب، انت مالك يوم القيامة ومالك يوم القيامة يا رب. يا رب ارحمني يوم القيامة، اياك نعبد واياك نستعين يا رب، انا مش هعبد غيرك، مش هستعين الا بيك، ودي اخر صلاة ليا، اهدنا الصراط المستقيم. كنت حاسسها قوي مع ان فاضل في عمرك دقايق. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلت وراء امين من قلبك قوي، بتتك عليها قوي، لكنك بتقول يا رب احشرني معاهم يا رب، مع الذين انعمت عليهم يا رب، يا رب خلاص ماليش غيرك. ابتدى الامام ساعتها يقرا في سوره، بتسمع السوره وانت هيمان فيها، هيمان في كلام ربنا، خاشع قوي، مركز قوي، عارف ان انت عمرك ما هتشبع منه دي اخر صلاه، وان انت هتموت بعدها خلاص. ساعتها الامام قال الله اكبر وركع، فقلت وراه الله اكبر وركعت، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، انت العظيم يا رب، اقمتني ولو امرتني ان انا اركع اركع وانحني واتذلل ليك يا رب. ساعتها الامام قال سمع الله لمن حمده، فقمت قايم وقلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وانت تستشعر قوي حمدك لله عز وجل. ساعتها الإمام قام قايل الله أكبر ونزل وسجد. قمت خريت ساجد، حطيت وشك في التراب، حطيت وشك في الأرض اللي انت هتدفن فيها دلوقتي. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يا رب يا رب ارحمني يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب امحو خطاياي يا رب، يا رب هون علي سكرات الموت، يا رب هون علي ضمة القبر، يا رب هون علي وحدة القبر، يا رب يا رب يا رب، ماليش غيرك، ماليش غيرك انت يا رب. بعد كده قمت قلت التشهد وسلمت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قمت. حلوة الصلاة دي، تعرف تعملها؟ تخيل ان انت هتموت بعد اي صلاة انت تحسها قوي. وصلوا صلاة مودع، ارحمني وارحمني.